تحت الضغط. كلاوديا وميدو، ميدو وكلاوديا، ميدو هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني، كلاوديا تعالي مكاني. ازيك يا كلاوديا؟ الحمد لله الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله. نطمن على ميدو. ميدو تمام؟ تمام. عايز الاجابات بصوت واضح، الاسئله مش صعبه. تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي دوله يقع ميناء ملبورن؟ فرنسا. غلط. شرف هيروي الكاتب مصري معاصر. صلاح ابراهيم. صح. من قامت بدور جمالات في فيلم شادر السمك؟ نجلاء فتحي. غلط. استقلت موزمبيق عام 1975 عن احدى البرتغال. الدول. صح. هو حاصل ضرب 3 في 13. 39. صح. في اي من دول شمال افريقيا تقع مغاره هرقل؟ المغرب. صح. ما هي اللغه الرسميه في دوله كينيا بجانب الانجليزيه؟ كيني. غلط. من هو العالم الباكستاني الحاصل على جائزه نوبل في الفيزياء؟ عبد السلام. غلط. دار يا دار يا اغنيه المطرب عربي راحل، فمن هو؟ معرفش. ما هو النادي الروماني الوحيد الحاصل؟ بوخارست. بوخارست. بوخارست اي حاجه. مش حاضر احسبها لك. صح. عندي سؤال ليكي مهم. اتفضل. من هو العالم الباكستاني الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979؟ اسمه ايه؟ ثانية. ايمن عبد السلام. غلط. بس اسمه محمد عبد السلام. محمد بس كده. مش حاضر احسبها لك. صح. اتفضل يا كلاودي. الحمد لله. 4 اجابات صحيحة من 10. كويس، مش وحش. الحمد لله. سليم، عايزين ميدو ينضم لينا. هنشوف ميدو هيعمل ايه. ازيك يا ميدو؟ عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ هقول لك معلومه واحده بس. انا قلت ال 10 اسئله كاملين. ده شيء كويس. تحت الضغط كاونتر. في اي دوله يقع ميناء ملبورن؟ استراليا. صح. شرف هيروي الكاتب مصري معاصر. صلاح ابراهيم. صح. من قامت بدور جمالات في فيلم شادر السمك؟ نبيل عبيد. صح. استقلت موزمبيق عام 1900. برتغال. صح. هو حاصل ضرب 3 في 13. 39. صح. في اي من دول شمال افريقيا تقع مغاره هرقل؟ تونس. غلط. ما هي اللغه الرسميه في دوله كينيا بجانب الانجليزيه؟ سواحلي. صح. من هو العالم الباكستاني الحاصل على جائزه نوبل في الفيزياء عام 1979؟ باص. دار يا دار هي اغنيه المطرب عربي. صح. ما هو النادي الروماني الوحيد الحاصل على استيوا بوخارست؟ استيوا بوخارست. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. 8 اجابات صحيحه من 10، وكلاوديا 4 اجابات صحيحه من 10. السؤال الوحيد اللي ما تجاوبش محمد. رقم 8. من هو العالم الباكستاني الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979؟ محمد عبد السلام. كلنا نحيي كلاوديا وميدو. ميدو كلاوديا. النتيجة اتغيرت. النتيجة اتغيرت. كلاوديا كنتوا كام؟ 100. 100 و4 اجابات صح، بقيتوا 120. جامعة القاهرة كنت كام يا ميدو؟ مش عارف. 45. وكم إجابة صح؟ 48. 48 نقطة و10 نقط دية، بقيته 95. 95 إن شاء الله. و25 نتعادل. نتعادل إن شاء الله. نبتدي الفقرة الأخيرة من نقطة البداية. 120 و25 145، تسهلوا على نفسكم المأمورية قبل الفقرة الأخيرة إن شاء الله. ودلوقتي مع